لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا يخطف الأنظار بوسامته وإنجازاته الكبيرة في عالم الرياضة، حيث استطاع حصد ميدالية برونزية في البطولات الآسيوية للصالات عام 2019. واستطاع رضا تحقيق أرقام قوية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 وكذلك في بطولة آسيا عام 2019، كما نال لقب بطل المملكة للتجديف داخل الصالات في عام 2020 وعضوية لجنة اللاعبين في ملف الرياض 2034. حسين علي رضا سار في استاد اليابان الوطني في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 ليس فقط ككابتن للفريق السعودي للتجديف، ولكن كواحد من حاملي علم الفريق الأولمبي بالمملكة، وهي إحدى أرفع الجوائز في مجال هذه الرياضة. رضا من مواليد جدة عام 1993، ورغم إنجازاته في عالم التجديف إلا أن رياضته المفضلة هي الإسكواش.